السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد. بالنسبة لهذا الفيديو هذا فهو حول المرحلة الاستثنائية اللي تزات في منصة ديال توجيهي اللي هي المرحلة السادسة. فمن بعد الفيديو اللي كنزلت لكم على هذا الخبر هذا ديال انهم زادوا هذه المرحلة السادسة، تلقيت العديد ديال الاسئلة حول هذه المرحلة هذه، كيفاش انها غتكون، كيفاش تسجيل، شكون اللي من حقه انه يتسجل، واش حنايا اللي حطينا الباك، واش حنايا معنيين بهذا الامر، واش كذا واش كذا. ففي هذا الفيديو هذه ان شاء الله غنحاول انني نجاوبكم على هذه المجموعة ديال التساؤلات. فاول حاجه بالنسبه للطريقه ديال التسجيل وكيفاش التلاميذ اللي تيقولوا لي دايرين فيديو، فراه مازال ما كاين حتى شي حاجه دابا، راه غتبدا حتى الغدا ان شاء الله الخميس، وراه غدا ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو عليه ضروري باش انني نشرح لكم كيفاش انكم تسجلوا، كذلك كيفاش انكم تعاودوا ديروا التعبير على الرغبات ديالكم، وكيفاش انكم تعاودوا تعزلوا الرغبات. وهنايا بالمناسبة بغيت نقول لكم انه بالنسبة للترتيب ديال الرغبات، فمن الاحسن انكم تعزلوا لو اس تي ولي فيستي، هادو هما اللي باقين فيهم بلايص خاويين بزاف. اما بالنسبة للان سي جي ولانسا ولانسام فراه البلايص محدودة، ما بقاتش شي حاجة كثيرة، داكشي علاش ما تركزوش عليهم، بالاخص التلاميذ اللي ما عندهمش نقط طالعين. وهنايا دابا غادي ندوزو بالنسبه لشكون هما التلاميذ اللي من حقهم انهم يتسجلوا في هاد المرحله هذه، وكذلك باش انهم يديروا الترتيب ديال الرغبات ديالهم. فكما تشوفوا معنا هنايا راه هادو هما التلاميذ اللي معنيين، هما التلاميذ اللي ما توصلوا بحتى شي مقترح في هاد المراحل السابقه، يعني التلاميذ اللي كانوا تسجلوا في هاد المنصه في المره الاولى وما جاهم حتى شي اقتراح لا في المرحله الاولى لا في الثانيه لا في الثالثه لا في الرابعه لا في الخامسه، هادو راه معنيين بهاد المرحله هذه. كذلك بالنسبه هنايا حاجه زوينه بالنسبه لهاد المرحله الاستثنائيه، هو بالنسبه للتلاميذ اللي ما كانوش كاع تسجلوا في هاد المرحله، يعني ما شاركوش لا في المرحله الاولى لا الثانيه لا الثالثه لا الرابعه لا الخامسه، يمكن لهم انهم يشاركوا في هاد المرحله الاستثنائيه. غدا خيخصهم انهم يديروا عمليه تسجيل وكذلك يديروا ترتيب الرغبات ديالهم. وكذلك هنايا كما تشوفوا معنا قال لك راه بالنسبه للتلاميذ اللي توصلوا بشي مقترح ديال القبول من طرف المنصه الالكترونيه ويرغبون في عرض افضل، هنايا بالنسبه راه ما موضحينش مزيان باش انني نكون معكم صريح وما نعطيكمش شي معلومات مغلوطه. هنايا راه قال لك بالنسبه للتلاميذ اللي جاوا مثلا جاك شي مقترح ديال القبول وقبلتيه راه يمكن لك انك تستافد في عرض افضل. وهنايا راه ما حددوش واش التلاميذ اللي عزلوا داك المقترح وما حطوش البكالوريا ديالهم، اولا التلاميذ اللي عزلوا هذا المقترح وحطوا البكالوريا ديالهم، اولا هما بجوج، فراه هادشي ما حددوش هنايا. غدا ان شاء الله ملي غادي تبدا عمليه التسجيل راه كلشي غادي يبان ديك الساعات، وان شاء الله ديك الساعات نقدر انني نجاوبكم ب 100% شنو كاين، اولا في انتظار انه يخرج شي بلاغ من وزاره التربيه الوطنيه، لانه مازال حدود الساعه مازال ما خرج حتى شي بلاغ بخصوص هاد المرحله الاستثنائيه. فلذلك بالنسبه للتلاميذ اللي تيسولوني واش حنايا حطينا البكالوريا ديالنا واش خصنا اننا نمشيو نحيدوها او لا، فما تزربوش دابا، ما تمشيوش تهزوا البكالوريا ديالكم، ما تقيسوها ما والو، خليها كما قلت لكم راه ما موضحش هنايا شكون هما هاد الناس هادو، واش اللي عزلوا ما حطوش البكالوريا او لا اللي عزلوا حطوا البكالوريا او لا هما بجوج معا. وفي انتظار انه يخرج بلاغ ديال وزاره التربيه الوطنيه او لا من هنا لغدا ان شاء الله ملي تبدا العمليه ديال التسجيل، وغادي ديك الساعات كلشي غادي يبان. فما تزربوش ما تمشيوش تهزوا البكالوريات ديالكم من المدارس اللي حطيتوها فيها. وكذلك هنايا راه بالنسبه للتلاميذ اللي جاوهم مقترحات ديال القبول وما جاوبوش عليهم، كاينين بزاف ديال التلاميذ اللي جاوهم شي مقترح قبول ديال شي مدرسه هما اللي ما بغاوش وصافي انسحبوا من هاد المنصه هادي، ما جاوبوا لا بالقبول لا بالرفض، خلاوها كما هكاك. وكذلك بالنسبه للتلاميذ اللي رفضوا داك المقترح اللي جاهم خلال المراحل السابقه وبغاو انهم يترشحوا مره اخرى، فراه حتى كذلك حتى هما معنيين بهاد المرحله الاستثنائيه. كما قلت لكم راه هاد الناس هما اللي معنيين بهاد المرحله الاستثنائيه، هما هادو اللي هنايا. وبالنسبه للتلاميذ اللي تيقولوا لي حنا راه حطينا البكالوريا ديالنا واش غير خصنا اننا نمشيو نجيبوها، راه تنقول لكم الحدود الساعه، ما تقيسوش البكالوريا ديالكم، ما تمشيوش تجيبوها الا خرج شي بلاغ ديال وزاره التربيه الوطنيه وتطرقوا لهاد النقطه هذه وشرحوها، راه غادي نشاركها معكم. ما كانش راه غدا ملي غادي تبدا العمليه ديال التسجيل راه كلشي غادي يبان، وديك الساعات ان شاء الله راه غادي نشارك معكم وغادي نوضح لكم الامور كيف دايره ان شاء الله.
وبالنسبة للعملية ديال التسجيل وكذلك ديال إعادة الترشيح راه غادي تبدأ نهار الخميس 15 ونهار الجمعة 16، يعني عندكم يومين، وإن شاء الله نتمنوا الخير لجميع التلاميذ إن شاء الله. وحاولوا أنكم تشاركوا هذه المعلومات مع التلاميذ اللي تتعرفوا معنيين بهذا الأمر هذا، باش أنهم ما يوقعوش كذلك عاوتاني في مشاكل ما بغيناش التلاميذ عاوتاني يطيحوا في نفس المشاكل اللي كانوا طاحوا فيها في المراحل السابقة. فطريتوا حاولوا ما تزربوش، واللي عنده شي حاجة يسول، راه ما فيها حتى شي عيب أن التلميذ أنه يسول. عندك شي تساؤل طرحوا عليا هنا في كومونتير إن شاء الله راه غادي نجاوبك، أولا أنك تواصل معايا في انستغرام أولا فيسبوك وطرح عليا التساؤل ديالك عادي، راه غادي نجاوبك إن شاء الله. وهذا الشيء هو أهم ما جاء في هذا الفيديو هذا، فإلى عجبك الفيديو ما تنساش دير لي جيم، كذلك تخلي لي شي تعليق تحفيزي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.